هذا واحتفت محافظات مملكة البحرين مساء يوم أمس بليلة القرقاعون، حيث ردد الأطفال الأهازيج الشعبية وهم يجوبون الطرقات في الأحياء السكنية. موروث شعبي تنقله الأجيال جيلا بعد جيل، فينطلق الأطفال بين الفرجان بابتسامة مشرقة تضم تفاصيل جميلة جمعت بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر. بهذه الكلمات احتفلت فرجان البحرين بليلة القرقاعون، فردد الأطفال بفرح وبساطة وعفوية أهازيج هذه الليلة التراثية والتي تنطلق في كل عام عندما يكتمل فيها قمر منتصف الشهر الفضيل. القرقاعون احنا يعني متعودين من احنا كنا صغار كل سنة يعني نطلع القرقاعون ونحيي يعني حفلة القرقاعون والوداع، ودائما يعني نيون العادات القديمة، ما نبي يعني نفرط في العادات القديمة، يعني من الأشياء من طاق من قرقاعون من عادات الأشياء القديمة، حتى لو مثلا صارت فيها أشياء بعض الفراغ دخلوا أشياء ولا شيء، لكن العادات القديمة لا زالت قديمة ونحب يعني نحتفظ بالتراث. أهزوجة القرقاعون لها رونق خاص عندما يمر على مسامع الكبار قبل الصغار، فيتمايل عليها الأطفال طربا ويسعد الكبار بها فيرددونها بمعية الأطفال وهم يجوبون الفرجان احتفاء بليلة القرقاعون. طبعا الأجواء حلوة وصج وناسة، وإحنا نتمشى وإحنا نستانس إذا يعني نروح بيت الجيران وناخذ حلاوة وكل شيء. هاي اليوم أحلى يوم في حياتي، والقرقاعون هاي أحلى يوم لأن نطلع إحنا نقرقع مع اليهال. أنا استانس وايد في القرقاعون، وكنا قاعدين نقرقع ويعطونا وايد أغراض وكانوا ينكتون علينا بيزات وكنا مستانسين. قرقاعون كل سوي كل سنة، أنا وأهلي نطلع ورابعي نطلع نقرقع، هاي عادة عندنا في البحرين، أجدادنا كانوا يسوونها، أبهاتنا كانوا يسوونها ومتعودين عليها كل رمضان نسويها. ننتظر كل سنة نجي هني أم الحصم عشان نستانس أنا ورابعي كل سنة نجي هني يعني، ونستانس كذي وأجواء رمضان الحلوة. إحنا وربعنا نطلع في الفريج نقرقع ناخذ حلويات مكسرات سبوي نستانس. احنا وايد مستانسين في قرقاعون، هاي عاداتنا وتقاليدنا واهلنا علمونا نروح نقرقع في الفريج. في هذه الليله كل بيت في البحرين يفتح ابوابه ليستقبل الاطفال على انغام الطبول ويزيدها طربا رقصة الفريسة، فيقدمون لهم الحلويات والمكسرات ليسعدوا بها ويمرحوا، فليلة القرقاعون تمر علينا كلمح البصر. أبواب تطرق وفرجان تمتلئ بمشاعر الحب تزورنا بشكل سنوي لنعيش تفاصيلها عاما بعد عام. أجواء شعبية تعيشها فرجان البحرين في ليلة القرقاعون، بيوت مفتوحة تستقبل الأطفال الذين يجوبون الفرجان ويطرقون الأبواب، ترافقهم الفرق الشعبية بالأهازيج والتصفيق احتفاء بهذه المناسبة التراثية. خولة القرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.